ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لواحد من الافلام اللي انا شخصيا مرتقبها السنه دي في 2021، وهو فيلم اساسا كان مفروض ينزل السنه اللي فاتت وتاجل للسنه دي. فيلم سبايرل. سبايرل ده هيكون جزء من اجزاء سو، هو اسمه سبايرل ذا بوك اوف سو. فممكن يكون لسه احنا مش عارفين ايه هو، يعني لسه مش عارفين ايه هو، هل هو سبين اوف، هل هو تكملة، هل هو سيكول، هل هو بريكول، مش عارفين اي حاجة. بس تقريبا هو على ما اعتقد هو سبين اوف، لان انا كنت عامل له تريلر رياكشن قبل كده في السنة اللي فاتت، حرفيا السنة اللي فاتت. في السنة اللي فاتت ما كانش في حد من الناس القديمة، يعني ما كانش في حد من الناس القديمة اللي اتفرجنا عليها في افلام سو يعني المعتادة. واللي محمسني فشخ ان الفيلم دارين لي بوزمان هو المخرج، هو اللي اخرج سو الجزء الثاني والثالث والرابع. فدي حاجه بصراحه انا مبسوط لها، يعني مبسوط فشخ بصراحه ان المخرج ده هو نفس المخرج اللي عمل 2 3 4. والبطوله معانا هو كريس روك وسامويل ال جاكسون، وفي ناس تانية كده كتير انا ما اعرفهمش. هم دول بالنسبه لي اهم اتنين موجودين في الفيلم. زي ما قلت لكم نزل التريلر النهارده الظهر. طبعا كنت عايز اعمله تريلر رياكشن بس ما لحقتش، يعني راحت عليا نومه يعني والكلام ده كله، مش ما علينا، مش لازم التفاصيل يعني. فطبعا صحيت وكنت مستني حرفيا طول اليوم عشان اخيرا اتفرج على التريلر بتاع سبايرل واعمل له تريلر رياكشن. المفروض ان هو هينزل السنه دي، بس امتى السنه دي ما اعرفش، هعرف اخر التريلر. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا عشان انا متحمس فشخ للفيلم ده. Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw killer was dead. How can I catch this guy? If there's nobody on the bus, I can bust! You can't do this alone. Whoever did this has another motive. Something personal. When was the last time you saw your father? All available units, officer down. That was just a diversion to get us out of the precinct! Could be anywhere. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. I'm gonna spin like a spiral. Hello, Detective Banks. When was the last time you saw your father? Wow. May 14. اخيرا، يعني انا مش مصدق ان الفيلم خلاص هيبقى خلاص موجود في صلاة العرض. كمان شهر صح؟ انا في مغيب تقريبا، في شهرين، كمان شهرين. يا نهار اسود، كنت بحسب ان احنا في ابريل اصلا، بس خلاص يعني هو الشهر ده يعتبر خلص، يعني داخلين بقى على رمضان وكده. مبسوط ومش مبسوط بصراحة من التريلر. صراحة كنت متوقع ان هسمع اغنية الساوند تراك بتاعت سول اللي موجودة في كل الافلام المعتادة، وحتى كانت موجودة في التريلر القديم، التيزر اللي احنا كنا عاملين له تريلر رياكشن. تقريبا على ما اعتقد بنسبة 90% ده سبين اوف، يعني ده سبين اوف بكل تأكيد. يعني ظهر جيكسو اللي هو جون كريمر، يعني ظهر في التريلر يعني كصورة، يعني ما اعرفش اذا كان هو هيطلع في الفيلم برضو ولا ايه. بس هو لو سبين اوف هيطلع ازاي؟ يعني ممكن يكون سبين اوف. اوكي، طب ما في حركة صايعة ممكن تتعامل. ما هو ممكن يطلع سبين اوف لجزء من الاجزاء القديمة، يعني ممكن يكون الفيلم في التايم لاين بتاع الاجزاء القديمة بتاع جزء 1 2 3. يعني ازاي؟ يعني بمعنى ان مثلا يعني ان الجزء الثاني مثلا، الجزء الثاني شغال هنا او الجزء الثالث شغال هنا، يعني ماشي في التايم لاين ده. الجزء الثالث اللي هو كان بتاع الدكتوره ممكن في نفس التايم لاين
مكان تاني او ديبارتمنت بتاع بوليس تاني بيحصل فيه احداث تانية, وس لايك ا سيريال كوبي كات, حد بينقل نفس اللي بيحصل هنا من جيكسو, فحد مثلا مهووس بجيكسو او بجون كريمر وبيعمل نفس اللي هو بيعمله بس في نفس التايم لاين. هتبقى فشيخه على فكره لو دي لو اللي انا بقوله ده طلع صح, يعني في نفس التايم لاين بتاع اجزاء سو الواحد 2 و3 او في نفس التايم لاين بتاع الاجزاء القديمه ممكن نشوف جيكسو تاني, ممكن نشوف ممكن نشوف دكتور جوردون تاني, ديتكتيف هوفمان, ادم, اماندا, ممكن نرجع نشوف الناس دي تاني. بس هو لو سبين اوف بعد سلسلة فيلم جيكسو اللي هو كان نازل تقريبا من 3 سنين, اللي هو كان فيلم بصراحة كان وحش قوي, او الحاجة الوحيدة اللي فيه كانت التويستاية بس اللي كانت حلوة اللي موجودة في التويستاية. مش عايز احرق لكم التويستاية عشان لو حد لسه ما اتفرجش على فيلم جيكسو اللي كان سنة 2017 ولا 18, مش هو كان من كام سنة حرفين, كان من 3-4 سنين على ما اعتقد, يعني كان فيلم وحش بصراحة, كان التويستاية بس هي اللي كانت حلوة. لو احداثه بعد جيكسو, او يمكن يكون في 2 جيكسو, يعني الله اعلم, ممكن سبايرل يبقى ماشي في سكة بتاعت سبين اوف بتاعت سو, وممكن يكملوا سلسلة جيكسو 2 اللي هو التكملة بتاعت افلام جيكسو اللي نزلت من كام سنة. لان جيكسو الاخير اللي هو اللي نزل ده يعتبر يعني الجزء الاولاني ليه سلسلة سو كلها, يعني فاكرين سو الاولاني والتاني بتاع الحمام وبتاع البيت وبتاع الدكتورة. جيكسو اللي نزل من كام سنة ده يعتبر هو الجزء الاولاني, وبعد كده الافلام التانية كلها بتيجي وراه من الاخر يعني. فالله اعلم بقى الدنيا هتبقى ماشية ازاي. انا بصراحة ما عجبنيش الساوند تراك اللي كان شغال في الفيلم ده, او الاوريجينال سكور ساوند تراك اللي في التريلر بصراحة ما جاش معاه سكة بتاع 21 سافيج ده, ما عجبنيش خالص بصراحة. انا تمنيت بصراحة زي ما يكون في زي في التيزر ان انا اسمع ساوند تراك بتاع جيكسو اللي هو المعتاد بتاع كل فيلم الموجود في كل افلام جيكسو, بس للاسف مش موجود. فده بصراحة متضايق يعني ان هو مش هو الساوند تراك بتاع الفيلم. الله اعلم هنسمعه اصلا في الفيلم ولا لا. نسبة ترقبي للفيلم 7/10, مش عايز اعلى عن كده عشان برضو مش عايز اطلع عن سقف توقعاتي في الاخر انزل الارض كالعادة. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن فيلم سبايرل. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم, ان شاء الله اشوفكم فيديوها تانية قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم, ما تنسوش برضو تعمل سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون, حسب لكم اللينك بتاع في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو حسب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وباي باي.